تقنية الفار هل ساعدت التحكيم ولا بالعكس يعني أفقدته شوية إن هو يبقى سيد القرار أو إن الحكم هو اللي ملم بكل حاجة، حكم الساحة يعني؟ كرة القدم دلوقتي بقت استثمار كبير قوي، استثمار يعني بيضخ فيه أموال كبيرة قوي. وارد الأخطاء، لكن في أخطاء مش هتبقى مقبولة. يعني هدف من تسلل فتحسب، فده هيبقى صعب قوي. ركلة جزاء واضحة جدا ما تحسبتش والحكم ما احتسبهاش وأثرت على نتيجة الماتش، هيبقى شيء صعب مش مقبول. فالفار اتعمل لده بدليل ان هو حتى اتقنن ان هو يتدخل في حاجات معينة مش هيبقى هو اللي بيحكم الماتش. ما هو انا عايزه بقى الجدل ده يا كابتن، لانه البعض يقولوا يعني حكم الساحه كان عايز يروح يشوف حاجه لكن الحكم الفيديو مرضيش، او العكس حكم الفيديو قال لحكم الساحه راجع اللعبه دي وهو مرضيش، او الحكم الفيديو قال لحكم الساحه تعالى شوف وقال له لا انا مش هاجي اشوف. بالظبط، اشرح لنا بقى، لانه كله دايما ما هو الحكم اهو، ما هو عشان موالي مع الفريق التاني مش عايز يروح يشوف. ما هو احنا سهل قوي، ما هو حصلت معايا كتير يعني، يطلع الجمهور يقول لي هو يا كابتن محمد هو قال لك الحكم الفار قال لك فعلا تعالى وانت ما رضيتش. اقول له يعني ازاي حكم الفار يقول لي تعالى او يقول لي تعالى اون فيلد ريفيو؟ هو بيعرفه منين؟ ما هو ايه دليلك على ان ده حصل؟ ده انا سمعت هو انت لكن ما فيش حاجه معلنه يعني، لو وانس ان حكم الفار عايز حكم الساحه لازم حكم الساحه يروح يشوف. هقول لك ليه، بس احنا المحادثه مسجله، يعني المحادثة مسجلة، أنا هطلع أقول أنا ما قلتش والمحادثة مسجلة، أو أنا أقول لا ده أنا ما عملتش والمحادثة مسجلة. مين اللي بيسمعها؟ المختصين المسؤولين في اللجنة. لكن مش من حق لا يعني الجهاز الفني بتاع الفريق التاني أو طبعا لا. شفتيها فين في العالم؟ عشان في حد كان طالب كده يعني. لا شفتيها فين في العالم إن حد يطلب إن هو يسمع للمحادثة اللي دارت بين الحكم؟ دي حاجة تخص يعني لجنة التحكيم جوه بينهم وبين بعض. دي لجنة، دي إلا إذا بقى في حالات يعني إيه عارفة يعني في مشكلة كبيرة قوي حصلت وممكن أجيب المسؤولين في الناديين وأسمعهم. حالة نادرة قوي، لكن مش ده الطبيعي. لكن مش طبيعي، مش أصلا ما ينفعش أطلب. تخيلي لو ده حصل، يبقى إحنا كل ماتش هتحصل فيه مشكلة تعالى نسمع. لا إحنا كده بقى خرجنا بره إطار البروتوكول. أصل ده بروتوكول وليه الضوابط بتاعته اللي ما ينفعش نعديها. احنا مش كل بلد هتاخد البروتوكول تحطه تعيفه على حسابها. لا، هو بروتوكول من الاتحاد الدولي والايفاب هو اللي بيحكم، مش احنا. طب هل بقى يعني يا كابتن حضرتك بتبقى قبل الفار، يعني لو حضرتك حكمت من قبل ما الفار يكون موجود، استمتاعك اكتر والفار موجود ولا مش موجود؟ والله يا بصي، هو لو سألتين على رأيي الشخصي أنا بستمتع من غير الفار. وبفضل الله كمان، يمكن لو في إحصائية عندكم، في إحصائية المفترض تتعمل، الحكم اللي استعمل الفار أكتر حد أو راح للفار بيرجع للفار كتير. دي إحصائية لازم تبقى موجودة لأن هي مهمة جدا. بفضل الله مثلا الموسم اللي فات ما لجأتش للفار غير في مرتين ثلاثة، منهم مرة أنا شايف الخطأ شايفه بس انا سبته للفار اللي هو شيك عليه، لان هو انا لما تبقى عندك ديلي في حاجه محتاج ان انت تسيب اللعب وترجع، لان ممكن تعمل ديلي. يعني احسن اتاكد، احسن ما اكون حسبت حاجه غلط. لكن يعني المتعه في ان ما يكونش فيه وجود فار، يعني الفار افقد المتعه، مش افقد المتعه، متعتك كحكم انا قصدي كحكم، متعتك كحكم انك ما يكونش فيه فار. خروج الحكم للفار حتى لو في لعبه صعبه هو بيحس ان هو سيد قراره كده، يعني بتحس ان هي هو متضايق. مفيش حكم هيخرج للفار في لعبه افتقدها ويرجع يدي اشاره السيجنال ويحسب ويبقى مبسوط، يعني لا، فهو بيبقى متضايق ازاي افتقدت القرار، ليه انا ما احسبش ليه القرار وانا في الملعب، ليه الجا للفار، ليه الفار اللي صحح لي، ليه هو اللي عدل لي، ليه اروح اعمل مراجعه. بتبقى احساس جواه، ده شيء طبيعي. لكن في العاب الكرة دلوقتي بقت سرعتها زادت جدا، القوة زادت جدا، الالتحامات بقت فيها زادت بحكم القوة البدنية. لو انت جبتي من 10 سنين، مش هقولك من 20 سنة، ماتش من 10 سنين وماتش دلوقتي هتلاقي معدلات السرعة والقوة زادت بنسبة كبيرة. فده بيخلق التحامات وبيخلق حاجات انت ممكن كعنصر بشري ممكن ما تلحقش تشوفها. احنا ممكن بنبقى قاعدين قدام التلفزيون
في لعبه مثلا جوه منطقه الجزاء بتشوفيها انت من اول كادر تقول لا ما فيهاش حاجه، من الكادر اللي في الجنب لا سليم، من الكادر اللي هنا لا فعلا سليم، يجي كادر من ورا ايه ده، ده ايه ده، ده فعلا ده واخد رجله. فاربع كادرات عشان تقدر تحكم على حاله، ما بالك انت الحكم بيبقى هو كادر واحد. لا ده هو كمان يعني الجماهير بقى كل جمهور بياخد الكادر اللي بيعجبه، الكادر اللي الناحيه اللي هي يعني وانزلها على السوشيال يعني ميديا واعمل في لعبه غلط لعبه حصلت معايا من ضمن العاب بدون ذكر اسامي الماتش، برضو اللعبه ما فيهاش اي تلامس، مفيش اي تلامس، يعني انا لو حطيت لك ايديا الاثنين كده انت ممكن تعرفي انا ايديا لازقه في بعضها ولا لا، ما تعرفيش، لكن لو جبتها لك كده في فرق. فجابوا اللي هي كده ان في تلامس، فانت تقدر في الموسم ده يعني موسم لا ده من 3 سنين من 3 سنين. مش حاجه قريبه لا يعني لا لا مش حاجه مش هتعرفيها.